الناس هدانا الله إياه يأتي إلى الإمام أو إلى الشيخ يقول أنا مريض تعبان أريد أن تدعو لي منوك لا سنكم دع الله ما أحبون ننجل الله بحان فلو أقول قد تقن إمام ربا قد ريقان نأدق نام نقنون بهم قد سنصم بي بقات دم بي آي جوي دعاء قد لماذا أنت لا تدعو الله سبحانه وتعالى؟ هذا وي بانتجر من صمبي الله سبحانه وتعالى. إذا كان لديك مانع من إجابة الدعاء حتى لو دعا لك الشيخ دعا لك الإمام لا يستجاب، لابد أن تفتش عن هذا المانع. بس أنتجر من كهام قد أمبي كصم دعاء دعا الله سبحانه وتعالى جن تروتاي جمعه روناي تو جن ترى إمام قدوي من لا تفتقر إلا إلى الله، لا تطلب إلا من الله. يوم من عاد صم بانتي لو ترى تاي يوم صم بي الله.